بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. كنت بالتأكيد عايز أبدأ البرنامج وأتكلم على حاجات كتيرة تتعلق بالفريق الأول اللي بيستعد للسفر إلى الجزائر. النهاردة عندنا معلومات كتيرة وأخبار مهمة والكواليس الساعات الأخيرة قبل تحرك بعثة فريق النادي الأهلي عصر الغد إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا. ولكن منذ قليل انتهت مباراة النادي الأهلي مع نادي الزمالك في ميت عوبة، مباراة الشباب في دوري الشباب مواليد 2005، ونجح النادي الأهلي في الفوز على الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في عقر داره. هذه المباراة بغض النظر عن نتيجتها أو الأداء اللي ظهر به نجوم النادي الأهلي فيها تفاصيل لو هنتحدث عنها أكيد ناس كتيرة مش هتصدق إن في ظل الظروف الصعبة اللي ممكن بيمر بيها النادي الأهلي مواليد 2005، ورغم إن نادي الزمالك النهاردة كان بيلعب بأحدث اللاعبين المحترفين اللي تم يعني قيدهم في صفوف الناشئين وحاليا موجود في الفريق الأول، إلى أن النادي الأهلي نجح في الفوز على الزمالك في عقر داره، رغم إن الأهلي بيلعب اليوم ناقص حوالي 8 لاعبين من العناصر الأساسية أو حتى الإضافات الأخيرة اللي تمت في شهر يناير. مباراة مهمة جدا فيها تفاصيل مهمة جدا، هنتكلم على المباراة، على النتيجة، على التشكيل، على الغيابات المؤثرة اللي كانت موجودة في صفوف النادي الأهلي، ولكن نجح الفريق في اقتناص يعني 3 نقاط مهمة جدا في صراع الصدارة في دورة التصفية. ويمكن غريب جدا ان القرعة تتعمل اول مرة ان المباراة تكون في ميت عوبة، ولما نصعد اول 10 من دوري 2005 وتتعمل قرعة برضو تبقى المباراة في ميت عوبة. كلام النهاردة مهم جدا وكواليس مهمة جدا عن فوز الأهلي على الزمالك في دوري الشباب تحت 18 سنة، بالتأكيد هنتكلم بكل الكواليس والتفاصيل بعد هذا الفوز اللي ببارك بالتأكيد لقطاع الناشئين في النادي الأهلي، فوزوا على الزمالك النهاردة في بداية دورة التصفية لتحديد البطل 2-0. كمان عندي تفاصيل مهمة على مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، دخول عناصر جديدة، إمكانية تحديد قائمة الفريق اللي هتسافر بكرة، الغائبين عن رحلة السفر يمكن تحدد بنسبة كبيرة خلاص مين مش هيكون مع مارسيل كولر في مباراة شباب بلوزداد. حالة فيها كواليس مهمة وتفاصيل كتيرة، والنهاردة عندي جزء كده رقمي إحصائي على دقايق لعب نجوم النادي الأهلي في كأس الأمم الإفريقية، سواء اللاعبين والنجوم اللي كانوا موجودين مع منتخبنا الوطني أو حتى المحترفين الثلاثي اللي كانوا موجودين مع منتخبات تونس ومالي وجنوب إفريقيا. دقايق اللعب، المشاركة في الكان، من أعلى نسبة مشاركة، من أقل نسبة مشاركة، يعني هنحاول النهاردة نقدم معلومة رقمية مهمة جدا عن مشاركات نجوم الأهلي في كأس الأمم في الكوت ديفوار اللي انتهت بالتأكيد بفوز صاحب الأرض والتنظيم الكوت ديفوار بكأس الأمم للمرة الثالثة في تاريخه. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال النهاردة يعني عايز حضراتكم كده توجهوا رسالة للاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل السفر إلى الجزائر غدا استعدادا لمباراة شباب بلوزداد. الكل يدخل ويشارك معنا في توجيه هذه الرسالة عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وبإذن الله هستعرض أكبر قدر من رسائلكم في الجزء الأخير من برنامج الترند. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، كولر يجتمع بخالد بيبو للإطمئنان على رحلة الجزائر. وفي الترند المحلي، طاقم تحكيم مصري لنهائي الكأس. وفي الترند العالمي، رجعنا من تاني على الانتقالات، وهل صلاح هيرجع الدوري السعودي او يروح الدوري السعودي ولا لا؟ اتحاد جدة يعرض 235 مليون اورو للتعاقد مع صلاح. طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم والنهارده، يعني على بركة الله الدوري المصري عاد من تاني للصورة وللأحداث، والنهاردة كانت ضربة البداية في الأسبوع الـ 12 بعد توقف دام حوالي أكتر من 45 يوم. أتذكر آخر مباراة في الدوري اتلعبت في الأول من يناير، وكانت أجلت مباراة الأهلي ومباريات الزمالك وبيراميدز طبقا لرؤية روي فيتوريا عشان ياخد اللعيبة قبل كأس الأمم. ولكن يعني زي ما راح زي ما رجع، النهاردة الدوري بيستأنف بعد يعني أكتر من 45 يوم بمباريات الجولة الـ 12. يعني الشوط الأول انتهى منذ قليل بتقدم الجونة على المصري بهدف مقابل لا شيء، والساعة 7 سموحة هيستضيف البنك الأهلي. نروح لدوري أبطال أوروبا، والنهاردة في مباراتين، كوبنهاجن في العاشرة من مساء اليوم هيستضيف مانشستر سيتي،
ولايبزيج الألماني أيضا في نفس التوقيت هيستضيف ريال مدريد. دي أبرز مباريات اليوم، وخلاص بقى بنستعد كمان لجولة مباريات دور الـ16 والمباريات اللي فيها قوة وإثارة ومتعة في دوري أبطال أوروبا. فاصل، وبعد الفاصل نرجع أخبار وكواليس وتفاصيل وإطلالة مهمة جدا على مباراة الأهلي والزمالك في دوري 2005 في بداية دورة تصفية أو تحديد بطل مسابقة شباب الأهلي والزمالك تحت 18 سنة. فاز الأهلي على الزمالك في دوري الشباب مواليد 2005 في بداية دورة تحديد البطل. قبل ما أدخل في أي تفاصيل متعلقة بنتيجة المباراة ومين النهاردة اللي كان متألق وظاهر بشكل جيد في صفوف النادي الأهلي، الزمالك النهاردة استعان بمين، الأهلي النهاردة كان غايب عنه مين، عايز أتكلم على نقطة برضو غريبة جدا. أنت بتلعب دوري الشباب أو دوري الجمهورية، والطبيعي والمنطقي يمكن ده تشكيل الأهلي، بس قبل بس ما أروح للتشكيل، بتتعمل قرعة لأن هو دوري من دور واحد، فدوري من دور واحد فهتتعمل قرعة. القرعة لما اتعملت في البداية لما كان دوري من دور واحد، المباراة كانت اتلعبت في ملعب الزمالك. طيب دلوقتي داخل على دورة تحديد البطل، فبتاخد أول 10 أندية في المراكز الأولى وبتعمل معاهم دورة لتحديد البطل. أوكي؟ طيب أنت عملت الدورة دي وحددت برضو إن تحديد الملاعب هيكون بالقرعة. فلما اتعملت قرعة برضو، المباراة النهاردة في ملعب 100 عقبة في نادي الزمالك. على فكرة يعني المفروض لو انت هتلعب دوره لتحديد البطل ما تلعبش على ملاعب الانديه، ممكن تختار ملاعب محايده، خاصه انت بتتكلم على فريق يعني ب 18 سنه، يعني اللعيبه اللي بتلعب في المرحله دي المفروض بيكونوا موجودين في الفريق الاول من سنه وسنتين، فالمراحل دي لو اتنقلت لمباريات او في استادات اكبر هيبقى افضل كتير، لكن فكره انك تعمل قرعه تاني، ما انت هنا ممكن ما يكونش فيه تكافؤ فرص، فريق يستضيف فريق مرتين وممكن يكسبه في الاولى ويقصيه من الادوار النهائيه. فاعتقد الحته دي عايزه مساله تنظيميه شويه من المسؤولين عن القطاعات والبراعم في اتحاد الكوره. الحاجه الثانيه، لما تبص كده على تشكيل الاهلي اللي هنستعرضه على الشاشه، اولا حارس المرمى حازم جمال، ده مقيد في قائمه الاهلي الافريقيه الثانيه في فتره القيد الثانيه. معتز محمد، احمد عبدين، يوسف عبد الحفيظ، محمود لبيب، احمد وحيد، يوسف جمال، طارق فوزي، فارس خالد، ابراهيم عادل، محمد احمد شيبه. القايمه دي فيها ثلاثه مقيدين في قايمه الاهلي الافريقيه، حازم جمال، معتز محمد، يوسف عبد الحفيظ، مقيدين في قايمه الاهلي الافريقيه. وبالتالي الحمد لله في لعيبه من قطاع الناشئين باذن الله هيكونوا ذخيره جيده جدا للفريق الاول خلال الفتره اللي جايه. بس لما تبص على تشكيل الاهلي اكيد هتسال بينك وبين نفسك، طب هل التشكيل ده هو التشكيل الاساسي؟ هل العناصر دي هي كانت دايما العناصر الاساسيه مع الاهلي مواليد 2005؟ هقول لك لا اطلاقا. ازاي بقى؟ الأهلي النهاردة بيلعب مع نادي الزمالك وسط غياب 8 أو يعني من 6 إلى 8 عناصر أساسية كانوا بيلعبوا دايما مع الأهلي مواليد 2005، منهم 2 لعيبة تم تدعيم قطاع الناشئين بيهم في انتقالات يناير، المهاجم الغاني والمدافع الغاني اللي تم إعارتهم في الساعات الأخيرة لمصرية للاتصالات وأحد الأندية الدرجة الثانية. يعني اللعيبه دي الاهلي كان جايبها عشان يكونوا اضافه في الفتره الحاليه مع قطاع الناشئين ويستعين بهم الجهاز الفني للفريق الاول، مش موجودين في مباراه النهارده، تم اعارتهم. مين تاني غايب؟ عندك كمان احمد خالد كباقه وزعلوك، تم اعارتهم لفريق فيوتشر، وبالتالي النهارده ادي 4 لعيبه. بس كده؟ لا، ده انت كمان عندك 2 لعيبه كانوا مؤثرين جدا في هذا الفريق وفي هذه المرحله السنيه. بتتكلم على حسام عادل وبتتكلم على عمر سيد معوض. اللي بيتمنى له بالتاكيد الشفاء العاجل ان شاء الله هو وحسام، الاثنين تعرضوا لاصابات يعني فتره طويله فبالتالي ما كانوش موجودين النهارده. في ظل هذا الكم من الغيابات ولاعيبه مؤثره ومهمه جدا، نجح الاهلي في الفوز على نادي الزمالك، اللي النهارده الزمالك استعان بلاعب من الفريق الاول، محترف اوغندي، محترف افريقي، تم التعاقد معاه في انتقالات يناير والمفروض هو في مرحله سنيه تحت السن، لكن الزمالك بيستفيد بيه في الفريق الاول وبيتمرن من ساعه ما جه مع الفريق الاول، ولكن النهارده مدرب الزمالك بيتفرج على الزمالك فمحتاج يتفرج على اللعيبه المحترفه اللي انت تعاقدت معاها تحت السن، فلعب النهارده 90 دقيقه موتيمبا، لعب النهارده 90 دقيقه مع الزمالك، ومع ذلك قدر الاهلي بقياده جهازه الفني اللي هو مين؟ الكابتن حسن محمد مدير فني، الكابتن محمد صلاح مدرب مساعد، كابتن ابراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمى، وكابتن ابراهيم عبد الجواد من المدربين المخضرمين اللي اشتغلوا فترات طويله جدا
في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وقبل كده كان موجود في يعني فترات سابقه في برضو انديه الدوري الممتاز. عمار فتحي الاداري، محمد فوضى طبيب الفريق، محمد نحله المعد البدني، والكابتن عبد الله امام اخصائي التدليك. ده الجهاز الفني اللي كان النهارده بيقود فريق النادي الاهلي مواليد 2005. المباراه انتهت 2-0، احرز الهدفين محمد احمد شيبه، ده سجل الهدف الاول، وفي الشوط الثاني لما نزل محمد رافت سجل الهدف الثاني في الدقيقه 82. محمد رافت ده استنوا شويه كده، مش شويه كتير، شويه قليله جدا وقريبه جدا، الاسم ده هيكون لعيب ليه شأن كبير جدا، ولكن بشرط يحافظ على نفسه كويس جدا، يركز، يسمع كلام المدربين، لما يطلع تدريبات الفريق الاول ويتم استدعاء لقطاع ناشئين يكون راضي جدا عن مشاركته مع زملائه في قطاع الناشئين. التفاصيل دي بتخلق لعيب نجم، هو عنده مقومات اللعيب اللي ممكن يبقى ليه مستقبل كويس جدا. محمد رافض ده لعيب كويس جدا، لعيب واعد جدا، النهارده لعب في الشوط الثاني واحرز هدف في الدقيقه 82. ده كان كلام مهم جدا على مباراه الاهلي والزمالك، وبالتاكيد النهارده بقى الاحتفالات والتركيز على المباراه والنتيجه واهميه هذا الانتصار هتسمعوا كل التفاصيل مع الكابتن اسامه حسني في برنامج الاشبال، برنامج بيقدم يعني وجبه كرويه دسمه في مراحل سنيه مهمه جدا على فكره من تاريخ وعمر الكره المصريه في المستقبل القريب. فالنهارده يمكن انا بس اديت كده بريف بسيط، لكن في تفاصيل وكواليس هتسمعوها وحكايات مع الكابتن اسامه حسني. هتدوروا بقى على احتفالات نجوم الاهلي وقطاع الناشئين في اماكن تانية، ما اعتقدش انكم هتلاقوا يعني، هو بس الزمالك لما كسب الاهلي انا شفت احتفالات على مدار يومين ثلاثه، لكن احنا النهارده هنتكلم عن الماتش وظروف المباراه وبتاع، احنا في النهايه بنحتفل ببطوله، ما بنحتفلش بمباراه، وده اللي بيخلي الاهلي مميز عن اي حد تاني. انت بتحتفل بالبطوله، ما بتحتفلش بفوز باي مباراه، ولكن النهارده كان في نقاط فنيه لازم نتكلم عليها. طيب ده جانب متعلق بقطاع الناشئين اللي باذن الله مستقبل كبير جدا في الفتره اللي جايه، وعندنا اهتمام كبير جدا بهذا القطاع في الفتره اللي جايه. طيب اخبار تدريبات الفريق الاول النهارده الثلاث، بكره سفر الفريق ان شاء الله عصر الاربع، السفر بكره الساعه 3 من مطار القاهره عشان البعثه تصل ان شاء الله الى الجزائر الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. قدامكم على الشاشه تدريب جماعي للفريق الاول صباح اليوم، يمكن شايفين قدامنا اهو في الصوره يعني محمد عبد المنعم، مروان عطيه، طاهر محمد، طاهر محمد، هاني اكرم، توفيق، كريم ندفت، حسين الشحات، محمود كهربا، قفشه، رامي ربيعه، انطونيو مودست، عمرو السوليه، يعني ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي موفق في هذا اللقاء. على فكره رغم ان الاهلي استكمل قائمه الأربعين في فتره القيد الثانيه، قدامنا اهو كمان امام عاشور، يعني الجهاز الطبي والجهاز الفني فكره الدفع بامام عاشور الفتره الجايه مش هتبقى يعني ايه الا بحساب، يعني اكيد هو مركب واقي طبي على الراس بعد الاصابه اللي تعرض ليها في كاس الامم الافريقيه في احدى التدريبات، والناس كلها عرفت بقى طبيعه الاصابه والمشكله اللي تعرض لها امام من هذه الاصابه، لان الاصابه مش صغيره ومش سهله. قدامكم كمان هو احمد عبد القادر، ده اول مران ليه في التدريبات الجماعيه على فكره، اول مران جماعي لاحمد عبد القادر من وقت سفر الاهلي لكاس العالم للانديه. عمر كمال عبد الواحد، رضا سليم شكله كده ايه قفش عليه فرضا سليم بيحاول يصالحه بكلمتين يعني، وهم طالعين كده في جزء من المران. طيب ده جانب من تدريب حراس المرمى، الكابتن مصطفى شوبير، الكابتن محمود الزنفلي، حمزه علاء، وكلنا عارفين كمان ان حازم جمال موجود تحت النهارده في مواليد 2005 في الماتش الرسمي اللي كان مع نادي الزمالك، وكمان موجود مصطفى مخلوف مواليد 2003 مع ثلاثي حراس المرمى، اربع حراس نتمنى لهم التوفيق يا رب خلال الفتره اللي جايه، ولكن مؤكد باذن الله في سفر الاهلي الى الجزائر هيكون في ثلاث حراس مرمى. بنتكلم على مصطفى شوبير، حمزه علاء، ومصطفى مخلوف، بنسبه كبيره في خط الدفاع ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، متولي لسه مصاب فمش هيكون موجود مع الفريق، علي معلول وكريم الدبيس، محمد هاني واكرم توفيق، مروان عطيه، امام عاشور، عمرو السوليه، قفشه، حسين الشحات، كريم فؤاد، طاهر، رضا سليم، كهربا، مودس. بنتكلم يعني الحد الادنى للقائمه اللي هيستعين بيها كولر حوالي 20 لاعب، ممكن يضيف بكره في رحله السفر اثنين او ثلاث اسماء من اللاعبين، ممكن من لاعبي قطاع الناشئين اللي تأيدوا في القائمه الافريقيه، ده هننتظر بكره ونشوف، ولكن كان مهم جدا اديكم برضو ايه شكل كده على فكره قائمه الاهلي الافريقيه اللي ممكن يستعين بيها مارسيل كولر في مواجهه شباب بلوزداد. في غيابات، في عناصر مؤثره، ده هتكلم عليه، ولكن دلوقتي عايز اتكلم على نقطه ثانيه مهمه جدا. كاس الامم الافريقيه خلصت بحلوها بمرها بكواليسها بكل تفاصيلها واخبارها، ولكن احنا هنا برضو محتاجين نركز على تفصيله مهمه.
استئناف المشوار الافريقي للنادي الاهلي يوم الاربعاء اللي جاي، يوم الجمعه اللي جايه مع شباب بلوزداد. بكره السفر الاربعاء، ولكن المباراه ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. طيب، كان عندنا ما يقرب من حوالي من 9 الى 10 لاعبين شاركوا في كاس الامم الافريقيه، سواء مع النادي الاهلي، سواء مع تونس، مع مالي، مع جنوب افريقيا. لما نحب نتكلم برضو على التفاصيل الفنيه واستعداد اللاعبين، اكيد لازم نركز في المعلومه الرقميه. ليه؟ بتديك مدلول بالشكل العام كده اللعيبه اللي شاركت في كاس الامم، مين اعلى نسبه مشاركه واعلى دقائق لعب، ومين كان اقل دقائق لعب، وده هل ممكن يفرق مع مارسيل كولر في الاستئناف اللي جاي للمشوار الافريقي ولا لا؟ لان خدوا بالكم، اكتر لعيب لعب مع الاهلي في المشوار في كاس الامم الافريقيه كان بيرسيتاو، رجع للاسف مصاب خارج رحله الجزائر، وبالتالي الجهاز الفني هيستنى على بيرسيتاو ويشوف مدى جاهزيته لماتش ميدياما الغاني. في المقابل في لعيبه لعبت دقائق لعب قليله جدا وهتكون جاهزه مع مارسيل كولر في مباراه شباب بلوزداد. ولكن النقطه الفنيه اللي عايز اتكلم فيها، بما ان النهارده احنا عاملين معلومه رقميه مهمه جدا على دقائق لعب نجوم النادي الاهلي في كاس الامم الافريقيه، وده ان دل على شيء بيدل ان الاهلي عنده تشكيله اساسيه قويه جدا كان ليها دور رئيسي في منافسات كاس الامم، رغم ان البطوله دي التركيز الاكبر كله بيبقى على اللاعبين المحترفين في اوروبا. بصوا يا جماعه، لو هنتكلم عن محمد الشناوي، لعب 265 دقيقه في كاس الامم، ولولا طبعا الاصابه اللي تعرض ليها في الخمس دقائق الاخيره في مباراه الراس الاخضر كان ممكن يكون موجود في ماتش الكونغو، ونزود على ال 265 دي حوالي 120 دقيقه كمان، فكان ممكن يعني يخش في رقم كويس جدا، لان المنتخب كمان ما كملش بعد اربع مباريات. محمد هاني لعب 275 دقيقه، محمد عبد المنعم لعب 490 دقيقه، وده اكتر لاعب من لاعبي منتخب مصر في النادي الاهلي لعبوا دقائق لعب. امام عاشور لعب 192 دقيقه، طبعا الاصابه اللي جات له في التمرين منعته من المشاركه في مباراه الكونغو الديمقراطيه. ياسر ابراهيم للاسف لم يشارك، وكلنا عارفين طبعا الاخ روي فيتوريا كان ايه وجهه نظره في هذا المكان وفي هذا المركز، ولكن ياسر يعني ما حالفوش الحظ ان هو يشارك في البطوله. مروان عطيه 174 دقيقه، محمود كهربا 16 دقيقه. تخيلوا منتخب مصر عنده لعيب هداف في افريقيا وفي الدوري واحسن هدف في دوري ابطال افريقيا محمود كهربا، ومع ذلك لم يستعين بيه سوى في 16 دقيقه بس، عشان تعرفوا بس الكارثه الفنيه اللي كانت موجوده في منتخبنا الوطني. علي معلول مع تونس لعب 90 دقيقه، وهي المباراه الاولى لتونس امام مالي، بعد كده ما لعبش المباراتين التانيين. اليو ديانج لعب 144 دقيقه، مباراه اساسي ومباراه احتياطي. بيرسيتاو هو اكتر لاعب خد نسبه مشاركه 546 دقيقه، بيرسيتاو 546 دقيقه. دي ارقام مهمه جدا. قبل ما نروح بقى على دوري الابطال ومباراه بلوزداد، كان مهم جدا نعرف حضراتكم دقائق لعب لاعبي النادي الاهلي في كاس الامم، ومدى يعني انعكاس ده على مشاركتهم مع الاهلي الفتره اللي جايه. في انعكاس سلبي، مشاركات كتيره لبيرسيتاو تعرض لاجهاد واصابه في العضله الخلفيه، مش موجود في ماتش بلوزداد. وفي لعيبه للاسف زي الشناوي جات له اصابه، مش هيكون مع الاهلي كمان في دوري ابطال افريقيا. طيب، عندي تفاصيل كتيره عن تدريبات الاهلي، السفر الى الجزائر، ولكن دلوقتي معايا مداخله مهمه جدا مع احد كباتن ونجوم الكره المصريه والنادي الاهلي، كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف، مساء الفل ومنورني. مساء الفل يا محمد، ازاي حضرتك؟ انا الحمد لله. يا رب يا رب دايما يا رب دايما. طيب، عايز استغل وجودك معايا. يا رب كل سنه وحضرتك طيب. اتفضل اتفضل. اتفضل حضرتك. ان شاء الله عوده حميده باذن الله للرياضه المصريه كلها في ثوب جديد، يعني اذا كان بالنسبه للانديه او بالنسبه للمنتخبات كمان يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن شريف، انا بصراحه يعني من الناس اللي انا بحب اقعد اسمع لها واستفيد دايما بالاراء الفنيه اللي بتقولها، لان بجد بتبقى اراء في الصميم. قبل كاس الامم كان معاك مداخله مهمه جدا واتكلمت في تفاصيل فنيه، والتخوف اللي كان عندك شفناه في البطوله فعلا. فالمره دي واحنا رايحين على مباراه شباب بلوزداد، برضو محتاج اسمع منك رؤيتك الفنيه في التوقيت الحالي للاهلي وهو رايح على الجزائر بكره. الفريق شباب بلوزداد في الفتره الحاليه ما كانش فيه توقف للدوري الجزائري، شباب بلوزداد لعب 7 مباريات رسميه، في المقابل كان فيه توقف للدوري المصري، الدوري كمان ما رجعش بعد المنتخب ما رجع، للاسف كان في اهتمام باستكمال كاس الرابطه، فالامور الفنيه مش متساويه، الكفه مش متساويه، ولكن ايه النقاط الفنيه او الامور اللي ممكن تتكلم عليها دلوقتي قبل السفر للجزائر ومهازين المباراه الهامه؟ الاهلي 5 نقاط وبلوزداد 4 نقاط.
اولا يا محمد ان شاء الله لازم تبقى عندك نتيجه ايجابيه من المباراه دي حتى لو تعادل يعني. تمام. لان انت عندك دياما دي هتبقى عندك بعد كده الماتش ده اعتقد انه هتكون ماتش سهل صعب يعني باذن الله. ف الاستعدادات اللي كانت موجوده والراحه والغيابات كمان اللي هي حصلت عندك بالنسبه للعيبه زي ما انت اتفضلت وقلت بيرتاو وكلمت عن ديانج بغياب ديانج والاستعانه بكم مش بسيط من الناشئين بيتحط عليهم كريم الدبيس كمان وعوده اكرم توفيق ممكن يكون ليه مشاركه دفاعيه في نص ملعب النادي الاهلي في هذه المباراه. الراجل هيحاول يعمل توازن يعني بين شكل اللي احنا بنسميه الستار الحديدي في نص الملعب والكاونتر اتاك اللي يقدر منها يكون عنده هدف من الايجابيات اللي يطلع بالمباراه في صف النادي الاهلي. والموضوع مش هيبقى سهل اذا كنا احنا نوهنا على منتخب مصر ان الموضوع مش هيبقى سهل في البطوله لان ايه السبب الرئيسي اللي احنا نوهنا عليه؟ غيابات احد بعض النجوم اللي هي بتعمل فارق كتير قوي من صناع لعب واحد حسين الشحات مثلا ده لعيب مش عايزين يعتبروه اساسي ده لعيب اساسي جدا بان هو ليه بصمه في كل مباراه بيلعبها في اي حته اذا كان المنتخب او النادي الاهلي. الاصابات الكتيره اللي احنا تعرضنا عليها اصابات الكناوي بقول له يعني الف سلامه عليك وهتفضل وانت بايد واحده انت برضه حارس مرمى الاول بتاع منتخب مصر وحارس النادي الاهلي وكل التوفيق طبعا لحبيبنا وابننا مصطفى شوبير اللي هو كل الدعم الجماهيري الحقيقه الناس كلها كل ما سالوا ادوا لشوبير يعني الناس كلها برضه حابه شوبير وعنده ارضيه بقى عنده ارضيه كبيره يا محمد مع الناس اكيد يعني. ده حقيقي شخصيته كمان تسمح له ده من العامه يقول لك لا الولد كويس وفي احلك الاوقات وقف وسد وعمل شكل لحراسه المرمى وطمانينه وكده فانت عندك لعيبه كويسه جدا ازاي انت تترجم بعد الراحه دي الاشتياق اللعيبه للملعب الظروف تبقى مواجهه ليهم ان هم روح الفنانه الحمراء باذن الله هي اساس اللغه اللي هتبقى في المباراه يعني ده اهم حاجه يعني طيب عندي جزئيه انت شايف معايا اكيد انت شايف معايا الشكل الوحيد اللي احنا اكيد بنتكلم عنه الشكل الهجومي النهارده هتلعب بالشحات وكهربا وموديست معرفش ده هيبقى الاثنين كهربا وموديست صعبه شويه كده. طب بص اقول لك على حاجه يعني مركز الجناح الايمن احمد عبد القادر النهارده اول مران بعد غياب لمده شهرين فغالبا صعب يعني صعب جدا يلعب الماتش. عندك كمان رضا سليم من شهر نوفمبر مصاب ولسه راجع برضه للتدريبات الجماعيه فصعب يبدا الماتش. بيرسي تاو تعرض لاصابه في العضله فمش هيكون موجود في ماتش الجزائر ودول ابرز ثلاثه موجودين في الجناح الايمن. هل ممكن يستعين بحسين؟ هل ممكن يستعين بطاهر في المكان ده ويخلي كهربا جناح ويلعب بمودست راس حربه وسام بو علي المهاجم الفلسطيني مصاب فممكن ما يكونش موجود في المباراه. يعني الجزئيه دي اكيد فيها بص امام عاشور ده ممكن يكون جناح جيد ناحيه الشمال مش في نص الملعب عشان الشحات وكهرباء فهمتني وعندك نص الملعب بقى هيبقى مروان عطيه وافكه واكرم توفيق ده اقرب حاجه انت ممكن تتعامل بيها يعني ما غير كده اعتقد انت بيبقى ليك رؤيه فنيه متحده معايا لازم اتفق معاك هم دول العوامل اللي متاحه بالنسبه لك او الفوتبولر بقى والخبرات اللي موجوده عندهم وما اكرم ما بيخافش بيلعب باك رايت ما بيخافش بيلعب في نص الملعب ما بيخافش بيعمل زياده عدديه كريم فؤاد فين؟ أنا مش عارف يعني. كريم فؤاد موجود يعني. جاهز موجود وحتى قدامنا في التدريبات أهو على الشاشة ده دي ورقة رابحة جامدة جدا أنت تقدر تستغلها في المباراة دي الحقيقة ما جبناش سيرته يعني لا ده من أحد العناصر اللي هي هل هو ممكن يبتدي بيه ولا هيبقى بديل جيد ولا مش
عارف يعني، واحنا بس الاصابات اللي حصلت والارهاق للاسف، والراجل الفيرود بتاعنا الجديد برضه جاله اصابه، ف الموضوع هيبقى في حاله توازن كده يعني. كل مره انا ببقى متفائل واقول لك هنكسب. انا قبل المباراه دي، من المباراه اللي كانت هنا بيننا وبينهم، انا قلت احنا هنكسبهم هناك. ما شفتش يعني عندنا فوارق كبيره، وقلنا مع بعض انا وانت هنكسب هناك ان شاء الله، ولكن الظروف ساعات بتبقى ضدك يعني. طيب اللي هم هيستغلوا الغيابات اكيد طبعا، هيستغلوا الغيابات طبعاً. اللي عندك، لان عندك كمان الحارس الاساسي مش موجود، لكن كل الثقه في مصطفى شوبير. هتديهم بتدي عمليه ثقه كده للفرقه اللي قدامك يعني. عندك اسماء مش موجوده، مش عارف ايه، وبيلعبوا على ارضهم وسط جماهيرهم والجو هناك العام، والحاجات دي بتاخد منها ربع ساعه في الماتش، هتاخد وقت. صح لغايه لما في الحكايه دي بقى، يا سلام لو انت اللي كان عندك طاقه تهديف يعني، بتبقى هتفرق كتير، تخليك انت راكب المباراه. انما لو دخل فيك جول وانت عندك غيابات وعندك لملمه اوراق وكده، انت عارف يعني، لا وحسابات ضغط على اللعيبه وضغط على الجهاز الفني وضغط على الدنيا كلها، اهم حاجه ان انت ما يخش فيك جول. وحسابات المجموعه كمان يا كابتن شريف، حسابات المجموعه برضو يعني، الاهلي 5 نقط، يانج افريكانز 5 نقط، ميديام الغاني 4 نقط، شباب بلوزداد 4 نقط. فالمباراه لازم تكسب ميدياما وتتعادل الماتش ده او تكسب الماتش ده، بمعنى صح ما ينفعش تخسر نقاط في المباراتين. ده السيفتي بتاعك يعني. يعني الخساره توديك حسبه بيرما، مكسب مكسب الماتشين الجايين بقى يعني. هو عباره ايه، ماتشين ولا ماتش؟ بعد المباراتين دول ناقص ماتش يانج افريكانز يوم 2 مارس في القاهره ان شاء الله. يعني يانج افريكانز عندنا في القاهره، هو الماتش الوحيد اللي متبقي في القاهره، وميدياما في غانا في كوماسي. ده لازم تكسب الماتش ده والماتش ده، فانت لو عملت نتيجه جيده مع خلاص بقيت في حته ثانيه خالص باذن الله، زي كل سنه اللوغاريتمات وتاخد البطوله ان شاء الله. لا لو كل سنه ولوغاريتمات وتاخد البطوله نطلع مركز تاني. هي دي كلمه السر دايما في انتصارات الاهلي، تاني المجموعه هتضمن لك تبقى بطل البطوله. ان شاء الله. يا اخي يعني انا شايف ان الاهلي في حاله جيده جدا يعني. الحاجات العكوسات اللي بتحصل دي انا مش عارف. لا باذن الله هتبقى نتائج ايجابيه الفتره الجايه. احنا في اختبارات دايما وتوقيتات صعبه كل شيء، ولكن ربنا بيجبرنا دايما يعني. ان شاء الله. كابتن شريف انا بشكرك، نورتني وشرفتني، ودايما بسعد باللقاءات الفنيه او المداخلات الفنيه للكابتن شريف عبد المنعم قبل المباريات الحاسمه والبطولات المهمه جدا، بيبقى ليه كده وجهه نظر ثاقبه ومهمه في توقيت اعتقد كان لازم يعني نسخن شويه قبل ما نسافر الجزائر ونستعد لمواجهه شباب بلوزداد. عايز اقول لكم خبر مهم جدا تم الاعلان عنه منذ قليل. اتحاد الكوره يوقع رسميا مع الكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن عقود تدريب منتخب مصر. ده خبر الاتحاد بيعلن عنه دلوقتي على صفحته الرسميه، وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس، وكان في كلام انه ممكن يتعمل يوم الاربعاء ولكن اتغير الميعاد واتغير المكان. يعني وقع مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه جمال علام عقود تولي التوأم حسام وابراهيم حسن تدريب منتخب مصر. قدامكم على الشاشه اهي صور التوقيع الرسميه لاتحاد الكوره مع الجهاز الفني الوطني. قدامنا على الشاشه كابتن، لا يعني هاتوا لي بس الصوره الاولانيه يا جماعه، ثبتوا الصوره بس اشوف الناس اللي موجوده. طب دي الصور قدامنا اهي هتتعرض تاني، كابتن حسام والكابتن ابراهيم، وادي صوره للكابتن ابراهيم مع الاستاذ جمال علام، وصوره جماعيه كده مع اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره الحاضر. ايوه نثبت الصوره هنا، موجود فيها دكتور ايهاب الكومي في اللي هو مشهور، الاستاذ جمال علام، الاستاذ خالد الدرندلي، كابتن حسام والكابتن ابراهيم، وكمان دكتوره دينا الرفاعي. يعني دول اعضاء مجلس اداره الاتحاد اللي كانوا ممثلين اليوم في حضور هذا الاجتماع. مش عارف بقى هل هيبقى في مشرف عام، هل الاستاذ جمال علام هو اللي هيشرف على الجهاز الفني ويبقى مشرف عام على المنتخب الاول. كمان في الصوره هنا في الكابتن طارق سليمان مدرب مع الكابتن حسام، وفي كابتن وليد بدر مدير اداري. هل هيبقى في مدرب حراس زي ما تردد ان الكابتن سعفان الصغير هيكون موجود في الجهاز؟ ما شفتوش في الصور يعني، دي الصور اللي نزلها اتحاد الكوره دلوقتي على صفحته الرسميه، والصور فيها اجابات على اسئله كتيره. مين مدرب المنتخب مع الكابتن حسام؟ الكابتن طارق سليمان. هل هيكون في جهاز معاون بوجود مدرب او اتنين كمان؟ ده اللي هنعرفه في المؤتمر يوم الخميس. مين مدير المنتخب؟ الكابتن ابراهيم حسن. مين المدير الاداري؟ الكابتن وليد بدر.
فيوم الخميس هيكون كل التفاصيل المتعلقة بالجهاز الفني. على فكرة كمان المؤتمر الصحفي هيقام إن شاء الله يوم الخميس الساعة 2 الظهر في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة. المؤتمر الصحفي يوم الخميس اللي جاي الساعة 2 الظهر في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأعتقد ده كان سبب عشان المؤتمر بدل ما يتعمل الأربعاء يتعمل يوم الخميس. محتاجين أكيد في مؤتمر زي ده ما تبقاش القاعة صغيرة، لازم تبقى في مكان مميز يتشاف بشكل كويس. مؤتمر حسام حسن مش مقتصر علينا هنا في مصر بس، وعشان كده أنا بصراحة مبسوط جدا بالخطوة اللي حصلت دي إن المؤتمر هيكون في العاصمة الإدارية. اللي فكر الفكرة دي بيخطط للمستقبل صح جدا. ليه؟ مؤتمر الكابتن حسام هيبقى فيه رصد كبير جدا ليه من كل وكالات الأنباء العربية والعالمية. وحسب معرفتي يعني واتصالاتي ببعض الزملاء الصحفيين في القارة الإفريقية، يمكن أنا يوميا كده على جروب مع حوالي 200-300 صحفي في القارة الإفريقية من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها، تعيين حسام حسن، سواء احنا هنا في مصر ممكن نتفق نختلف على الآراء الفنية، ولكن صدى تعيين حسام حسن بره مصر قوي جدا، قوي جدا جدا جدا. وأعتقد ناس كتيرة لفت انتباهها وشافت ده لما الكابتن حسام حضر المؤتمر الفني للنجوم اللي أحرزوا كأس الأمم لما سافروا ليلة المباراة النهائية في الكوت ديفوار، ولما كمان تم الترحيب بهم وتقديمهم للجماهير الإفريقية في مباراة الفاينل قبل انطلاق مباراة الكوت ديفوار ونيجيريا. شفنا رياض بو عزيزي، شفنا دانيال أموكاشي، شفنا حسام حسن، نجوم كبيرة جدا كانت موجودة، نوانكو كانو النجم النيجيري. فالمؤتمر كون انه يتعمل في فندق الماسة في العاصمة الإدارية أعتقد اختيار موفق جدا، لأن الماتيريالز اللي هيتصور في هذا المؤتمر مهم جدا يتصدر بره بصورة إيجابية وبصورة جيدة. فكان لازم بشكل يعني تنظيم كويس، مكان مناسب، توقيت مهم، عشان كده المؤتمر هيكون يوم الخميس في العاصمة الإدارية الجديدة. طيب أخبار الأهلي يمكن ما اختلفتش كتير اللي احنا اتكلمنا فيها. النهارده كان استئناف التدريبات، كولر اجتمع مع خالد بيبو عشان ترتيبات السفر، ديانج خلاص بره المباراه، وهنشوف الساعات اللي جايه ايه اللي هيتم بخصوص الفحوصات الطبيه للركبه. كريستو بدا تدريبات الجري لكن مش هيكون موجود. بيرسيتاو بره مباراه الجزائر. عبد القادر النهارده انتظم في التدريبات الجماعيه، ممكن يسافر ممكن ما يسافرش، بس حتى لو سافر صعب جدا يبدا في التشكيله الاساسيه، وهو او رضا سليم بقالهم اكتر من شهرين ثلاثه غايبين عن التدريبات الجماعيه. فاصل، وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا باقي الفقرات في برنامج الترند. طيب النهارده على السوشيال ميديا في تفاصيل كتيره، رحله الاهلي للجزائر، مين اللي مش هيكون موجود في المباراه، مين الفتره الجايه هيعمل تدريبات تاهيليه للحاق بمباراه ميدياما الغاني، كلام كتير جدا على فكره معسكر منتخبنا الوطني. كل ده نطلع نشوفه من خلال اخر اخبار الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون معانا من ترند الاهلي. البدايه في ترند الاهلي حساب الوطن الرياضي، اول رد من الاهلي على انباء التعاقد مع نجم الزمالك السابق. اول حاجه كده قلت ايه ده، في ايه بالظبط؟ رد من الاهلي على انباء التعاقد مع نجم الزمالك السابق. اتاري ان في مصدر مطلع داخل النادي الاهلي كشف حقيقه اهتمام اداره الكوره بالتعاقد مع اسامه فيصل نجم نادي الزمالك ولاعب البنك الاهلي. المصدر قال ان الكلام اللي اتقال ده مش حقيقي، والكلام اللي اتكتب على ان الاهلي هيتعاقد مع نجم الزمالك السابق اللي بيلعب حاليا في البنك الاهلي اسامه فيصل غير صحيح. لم يحدث تواصل مع اللاعب ولا مع اداره ناديه. انتهينا من الانتقالات الشتويه في يناير والتركيز على الانتقالات الصيفيه بشكل تاني مختلف خلال الفتره اللي جايه وفقا لرؤيه مارسيل كولر. فالعنوان يقول لك في حاجه، بس في النهايه مصدر في الاهلي نفى هذا الكلام. اخبار الدوري المصري على سبورت 360 بيقولوا ثلاث لاعبين وصلوا الى بلس 30 مساهمه تهديفيه مع الاهلي تحت قياده مارسيل كولر، اداء مميز من نجوم المارد الاحمر. علي معلول 14 هدف 20 اسيست، كهربا 21 هدف 12 اسيست، حسين الشحات 16 هدف 14 اسيست. تخيلوا كهربا وحسين ما كانش لهم تاثير او تواجد مع منتخبنا في كاس الامم بسبب رؤية فيتوريا. شوفوا ارقام حسين وكهربا ازاي ومش موجودين، ومع ذلك منتخب يعني لم يقدم شيء بسبب مدرب ما عندوش رؤيه خالص مع مصر، وخلاص انتهى مرحلته وانتهت. حساب يلا كوره، مصدر بالاهلي يلا كوره، محمد عبد المنعم جاهز تماما لمباراه شباب بلوزداد. مصدر في الاهلي قال ان محمد عبد المنعم الحمد لله جاهز، مفيش مشاكل فيه، الاصابه او لا قدر الله مع الاسماء اللاعيبه اللي بتتقال ان هي مش هتكون موجوده، لكن ان شاء الله منعم موجود. على فكره انت ما عندكش في الدفاع دلوقتي غير ثلاثه، منعم وياسر ابراهيم ورامي ربيعه. وفي الدوري محدش استغرب لما يلاقي ان كولر بيوظف عمر كمال عبد الواحد يا اما بديل احتياطي في مركز الباك ليفت
او مساك بجوار منعم وياسر ورامي ربيع. نكمل مع بعض في ترند الاهلي المصري الرياضي. الاهلي يرفض اول طلب لحسام حسن بعد توليه تدريب المنتخب. في اخبار طلعت ان الكابتن حسام طلب سامي قمصان يكون معاه في الجهاز الفني، ولكن في اخبار برضه طلعت ان النادي الاهلي رفض فكره رحيل سامي قمصان. المصري اليوم هو اللي قال، ولكن في النهايه مفيش معلومه مؤكده في هذا الشان. نطلع لفاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند. طيب نكمل ترند الاهلي، وفي كلام مهم جدا بخصوص خبر كتبه الوطن الرياضي كرؤيه فنيه على مساله غياب بيرسيتاو. تحرك جديد من كولر بسبب بيرسيتاو قبل مواجهه شباب بلوزداد. دي الجزئيه اللي هيشتغل مع الكابتن شريف عبد المنعم. في ثلاث لعيبه المفروض هيعوضوا غياب بيرسيتاو، خاصه ان المكان ده رضا سليم صعب يبدا واحمد عبد القادر صعب يبدا. مين اللي ممكن يعوض بيرسيتاو في مركز الجناح الايمن؟ حسين الشحات، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر. المركز ده فيه معدل اصابات كبير جدا، لكن ان شاء الله في لعيبه ثانيه هتكون جاهزه لتعويض غياب بيرسيتاو. طيب كره بلس النهارده بيتكلم على تحديد موعد المباراه المؤجله بين الاهلي والجزيره بدوري سوبر السله. المباراه خلاص رسميا هتتلعب يوم الخميس 29 فبراير باذن الله على صاله النادي الاهلي الساعه 8 مساء. وعايز اكد لكم كمان بعد نهايه برنامج الترند، مباراه الاهلي وسموحه في كره السله سيدات هتذاع على الهواء مباشره باذن الله الساعه 6 بعد نهايه برنامج الترند. طب نروح للترند المحلي. وامبارح كانت في تصريحات غريبه شويه للكابتن محمود البنا الحكم الدولي اللي كان متواجد في كاس الامم الافريقيه. تعالوا نشوف قال ايه. قال مستوى التحكيم في مصر لا يختلف عن امم افريقيا، اتفق معاه. قال الاختلاف بين هنا والبطولات الافريقيه العين اللي بتشاهد. المستوى في الداخل مثل الخارج، ولكن الناس بتشاهدنا في الخارج بعين محايده. بيتمنوا لنا التوفيق على عكس الدوري، لان في مشجعين بيتمنوا فوز فريقه، لذلك بتختلف النظره لنا فقط. انا اتفق مع الكابتن محمود البنا في الجزئيه دي، ولكن هختلف معاه في نقطه ثانيه. طلع نفى فكره ان هو خرج وتم استبعاده من البطوله بسبب الخطا الفني اللي حدث في لقاء السنغال والكوت ديفوار اللي المفروض كان يطرد ساعتها ساديو ماني. كابتن محمود المعلومه عندي اثناء البطوله، بالفعل طاقم التحكيم اللي كان موجود معاك بيير اتش حكم المباراه الجابوني وحضرتك على الفار، الاخطاء الفنيه اللي حصلت كانت سبب رئيسي في استبعاد هذا الطاقم وعودته من الكوت ديفوار. طيب ده جزء المتعلق بمحمود البنا، ومش عايز ادخل في تفاصيل ثانيه، ولكن البنا يركز اكتر الفتره اللي جايه. خبر ثاني قدامكم على الشاشه، مصدر ليلا كوره، كاف يستبدل رضوان جيد بحكم مغربي في دوري ابطال افريقيا. رضوان جيد عنده مشكله كبيره مع لجنه الحكام في الكاف، رفض يدير مباراه المركز الثالث، سافر على طول ليله المباراه، تم تعيين الاثيوبي بمملكه سيما. القرار ده كان ليه تبعات. رضوان جيد كان معين في مباراة الترجي والنجم الساحلي يوم السبت اللي جاي 24 فبراير، تم تغييره بالأمس والكاف اختار سمير القزاز الحكم المغربي هيدير هذه المباراة. الفترة اللي جاية يبدو ان رضوان جيد مش هيدير اي مباريات لحين حل المشكلة اللي بينه وبين لجنة الحكام، والمشكلة دي قد تصل لأسماء حكام تانية في شمال افريقيا. في حلقة جاية هتكلم عن الملف ده، لان في مفاجآت، ان في حكام كبار جدا ممكن ما يكونوش موجودين على الصوره، زي مشكله كده رضوان جيد اللي طفت على السطح في بطوله كاس الامم. طيب طرحنا سؤال قلنا لحضراتكم، او السؤال طلبنا منكم توجهوا رساله للعيبه وللجهاز قبل السفر للجزائر ومواجهه شباب بلوزداد. ناصر بيقول السلام عليكم، رسالتي للاعبتنا الاداء والروح والثلاث نقاط. اتمنى الفوز على شباب بلوزداد وتصدر المجموعه وافريقيا ان شاء الله 12 يا اهلي. نيفين بتقول بالتوفيق ابطال، العبوا واجتهدوا بعزيمه واخلاص وربنا يوفقكم، واوعوا تنسوا اننا مستنيين ال 12 وانتوا قدها، شد حيلكم يا ابطال العالم. ناخد راي تاني، سامح بيقول كل الدعم لجميع اللاعبين الجاهزين والمصابين والجهاز الفني للفريق، اطيب الامنيات بالتوفيق وبطوله اهلاويه جديده ان شاء الله. ناخد راي تاني، سامح بيقول ان شاء الله عوده موفقه للبطولات، تكون مباراه شباب بلوزداد عوده للانتصارات وخطوه جديده نحو الاميره السمراء وإضافة نجمة جديدة للقميص الأحمر ولشعار نادينا العظيم أهلاوي أنا والفخر ليا. كابيتانو الأهلي ما بين قوسين داليا، غيابات كثيرة عن فريق الأهلي ضد شباب بلوزداد، ولكن كلنا ثقة في الموجودين والأهلي بمن حضر، نتمنى التوفيق للأهلي إن شاء الله. آخر تعليق معايا محمد فودة، أرجو التركيز في المباراة، استغلال أنصاف الفرص، اللعب بجدية، نستفيد من التجارب السابقة، تحياتي لكم وبأمر الله الفوز للأهلي. دي كانت أبرز التعليقات على الرسالة اللي طلبناها من حضراتكم اللي هتوجهوها للاعبين والجهاز الفني. في الختام
بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا بإذن الله لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.